الكوتش صالح باخطمة، وهو مرشد شخصي ممارس لعشر سنوات، حاصل على شهادة اعتماد من روبنز ميدنز التابعة للمدرب العالمي أنتوني روبنز، حيث قدم مئات الجلسات الإرشادية والعديد من الورش التدريبية في هذا المجال. وهو أحد المرشدين الشخصيين في شركة يو بوزيتيف، وهي منصة إلكترونية تربط ما بين مجموعة متميزة ومعتمدة من المرشدين الشخصيين والباحثين عن الخدمة في مجالات مختلفة كالذات والعلاقات والتربية والأبناء والمال والعمل. ولمعرفة المزيد عن الشركة تفضلوا بزيارة الموقع www.upositive.co وحساباتهم على تويتر وإنستغرام @upositiveu.